بسم الله الرحمن الرحيم، دائما مع سلسلة بايثون ودائما تمارين وحلول لبلورة المفاهيم التي تطرقنا لها في الحصص الماضية وخلال الفيديوهات السابقة. ومن بين التمارين الكلاسيكية هو عبارة عن مثلث على فيها على هذه الحالة، مثلا ديز اسباس نجمة، ديز اسباس جوج نجمات، ثلاث نجمات، أربعة أو خمسة، مثلا تخيل أن يساوي خمسة. إذا الحل هو مثلا من إي يساوي واحد حتى خمسة، يعني إي تتساوي واحد في هذه الحالة. مثلا تخيل قيمة أن هي خمسة، مثلا إي تساوي اثنان، مثلا إلى ذلك إي تساوي ثلاثة حتى قيمة خمسة، حتى قيمة إي تساوي خمسة. إذن مثلا تخيل معي إي يساوي واحد، جي يساوي واحد حتى إن ناقص واحد، وبالتالي من جي يساوي واحد حتى أربعة. إذن هنا الاسباس أربع مرات، وبالتالي الاسباس أربع مرات، ومن جي يساوي واحد حتى إي، يعني جي يساوي واحد حتى واحد، يعني نجمة مرة واحدة. بالنسبة لإي تساوي اثنان، سأدخل من جي يساوي واحد حتى خمسة ناقص اثنان تساوي ثلاثة، يعني ثلاثة الفراغ، يعني في شدة ثلاثة الفراغ، وهنا من جي يساوي واحد حتى اثنان يعني نجمتان إلى غير ذلك. إذن هذه التمارين هي تمارين كلاسيكية سنقوم بتطبيقها في بايثون. إذن دائما سنطلب قيمة أن، هذا أن يجب أن تكون قيمة موجبة، وبالسبب استعملنا while أو كلما كان واحد يساوي واحد سيدخل. إذا كان أن أكبر من يساوي صفر بريك لا داعي للإعادة، أما إذا كان أن أصغر من يساوي صفر سنعود إلى الحلقة وبالتالي سنطلب قيمة أخرى لأن. إذن سنخرج حالما يكون أن أكبر من يساوي صفر. إذا سنبرمج إي إن رينج واحد حتى أن زائد واحد، فور جي إن رينج واحد حتى قلناها حتى آخر قيمة هي أن ناقص إي، وبالتالي أن ناقص إي زائد واحد، إذا تكون هي أن ناقص إي زائد واحد، لأن دائما لا نعتبر الحد العلوي. ولا إذا هنا برانت سنقوم ب اسباس ولا بوكل آخر سنترجم الحلقة الثانية ولا سنقوم بتسميح أنني دخلت السي ولا إذا سأعيد ولا كنترول سي ولا كنترول في. إذا سنقوم بجي من واحد إلى جي واحد إلى إي، وبالتالي جي إلى إي بلس أن. ولا ولكن هنا سأقوم بنشر نجمة ولا، وحالما أنتهي ولا إذن سأقوم إذن هذا الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة. إذن سأقوم بالتطبيق إن شاء الله بسم الله ولا. إذن ران ولا تخيل أن يساوي خمسة، إذا النتيجة هي إطوال، لاحظ ولا لاحظ. إذا حصلنا على الشكل. إذا شكرا على الانتباه وإلى اللقاء في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. دائما التطبيق ولا.